سؤال فيه مغالطة، يقول لماذا البلاد التي ينتشر فيها السلفيون تحوي أكبر عدد من الإرهابيين والجماعات المتطرفة؟ مغالطة. من هم الكفار المسلمون في هذا الزمن؟ أغرب سؤالين له أنا. طيب السؤال الأول شنو؟ قال البلاد التي ينتشر فيها السلفيون ينتشر فيها. قال البلاد التي ينتشر فيها السلفيين هي تحوي أكبر عدد من الإرهابيين والجماعات المتطرفة. طبعا أول حاجة معليش يعني أنا داير كلام علمي، وعشان تجيب لي كلام علمي من الأدوات الناس قروها في الجامعات ما يسمى بالاستبيانات مثلا أو جمع المعلومة، مش أنت جيب لي قل لي مثلا أنا في الاستبيان ده حصرت الدول السلفية في العالم 5 دول، عملت استبيان لقيت عدد الإرهابيين مثلا فيهم 60% من عدد السكان، مشيت الدول اللي بيحكموها الصوفية لقيت 10 دول، لقيت عدد السلفيين فيها 3%، العمليات الإرهابية في 10 دول مثلا 3 عمليات، ديلك 35 عملية، عدد كده تجيب لي كلام علمي، لكن ده ما ده كلام علمي أسي، ده ما كلام علمي. فأول حاجة ده ما كلام علمي. بعدين البلاد التي ينتشر فيها السلفيين زي شنو؟ سلفيين مضيق عليهم. أنت قال محمد حسان سلفي ولا محمد علي إسماعيل سلفي؟ ها؟ ولا محمد حسين يعقوب سلفي؟ ولا العريفي سلفي؟ ديل ما سلفيين يعني. ديل أخوان مسلمين. ها؟ ديل أخوان مسلمين. شوف البلاد اللي بينتشروا فيها السلفيين بتكون البلاد بلاد بتاعت أمن. بلاد آمنة مطمئنة. أشوف بلاد التوحيد دي. ها؟ بلد سلفيين. ما في حاجة اسمها حزب الأمة واتحادين وحركة حق وجنو كلام كثير. ما في. فهمت؟ ليه؟ لأن أخواننا السلفية المرجعية في تعامله مع الحاكم وفي جميع أموره والدين، بعكس المناهج الأخرى من الصوفية ومن الإخوانيين ومن غيرهم من المناهج، المنهج والمرجعية هي المصلحة، وده بسموه المنهج البراغماتي النفعي. عرفت؟ نحن مصلحتنا كده نحن مع الحاكم، ما مصلحتنا مع الحاكم نحن ضده طوال. فهمت؟ الآن شوف ناس حزب الأمة ما مرجعية صوفية، الاتحاد الديمقراطي ما مرجعية صوفية، الآن هم واقفين الجبهجية مرجعياتهم صوفية، طريقة السمانية ناس البرعي. كويس؟ ليه الآن ما مؤتلفين؟ ولذلك ده أخواننا كلام فارغ ساكت، كلام لخبطة. المنهج بتاع التكفير والتفجير والمسائل دي مرق من كتب سيد قطب في العصر الحديث وأبو الأعلى المودودي، كتب معروفة والآن موجودة في الدار السودانية للكتب. أعمل استبيان وحصر للعمليات التفجيرية التي قامت في العالم بأسره. من قام بها؟ أسامة بن لادن مرجعته سلفية، مشايخ الشيخ ابن باز وابن عثيمين في الفتوى، مشايخ الشيخ الفوزان، ها؟ لا. أرجع لداعش، دول كلهم مرجعياتهم مرجعيات إخوانية، كتب سيد قطب، ها؟ كتب سفر الحوالي، كتب مصطفى شكري وغير من قيادات التكفير والهجرة في العالم العالم بأسره. جماعة أنصار شنو كده في العراق والنصرة في الشام، وما أعرف ليك جماعة القاعدة وجماعات كثيرة جدا، ديل كلهم المرجعية بتاعتهم شنو؟ منهج الإخوان المسلمين. عرفتها؟ مسألة الدماء والأشلاء، وإنه الناس بيصلحوا أولا بإصلاح الحكم. المنهج ده جابوا منه؟ جابوا الإخوانين حسن البنا وسيد قطب. الترابي لما جاء في البلد قال دعونا نكسر كل القباب وندع لهؤلاء قبة واحدة حتى يكون لهم موضوع، ونحن نعتلي على قبة البرلمان. بسخرية يعني، بيسخر، قال ده الموضوع بس شرك القبور. والكلام ده بتلقاه وين؟ شرك القبور وشرك القصور تلقاه عند الترابي القرضاوي. عشان كده القرضاوي قال أنا أحيي إسرائيل في الانتخابات الأخيرة، فاز الرئيس قال بنسبة كم؟ 60%. قال ليس كما عندنا الآن في بلاد المسلمين، 99.99% قال لو أن الله عرض نفسه على العباد لما نال تلك النسبة. ده الكلام ده جابه منه مرسي لما مسك مصر. فهمت؟ قال للشعب أنتم مصدر السلطة، تمنعوها من شئتم وتعطوها من شئتم. ديل الأخوان المسلمين.
وعشان كده نحن ذاته ما موضوعنا أول حاجة الحكم، نحن أول حاجة موضوعنا العقيدة، نقوم نصحح عقائد المسلمين أول. قباب وأضرحة، عين يمين نادي الصالحين، أسيدان أتكلم له عن السياسة، عين شمال نادي الكمال، عين وراء نادي بشرة، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجيد. دخل لي الله شنو فهمت يا الشيطان؟ قال ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفي وعن أيماني وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس فما استطاع أن يقول من فوقهم لأن الله من فوقهم. دي إبليس واحد يقول لك يا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي إلى كرعية، ده حجاب ولا برول ولا شنو ده؟ فهمت يا أخوانا؟ ما تلعبوا علينا كويس. فده كلام، ده كلام ساك، ده كلام ما علمي ده. طيب قال من هم الكفار والمسلمين في هذا الزمن؟ إسرائيل نموذجا، أوباما. طبعا التراب عنده ديل ما كفار، بيقول لك ده أهل كتاب، يعني أهل كتاب ده اسمه الدلع ولا شنو؟ ربنا قال إن الذين من أهل الكتاب، الكفار كتار، يدخل فيهم المجوس، يدخل فيهم الملحدين، يدخل فوقهم المرتدين، يدخل فوقهم أهل الكتاب كفار. زول قال ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. أنا ما أعرف يا أخواننا بقى تضرب مسلمات في الإسلام،